في على ارض الملعب او في الصالات او البساط، لكن ابطالنا كمان مدربين بيقودوا منتخبات اخرى لتحقيق انجازات عالميه. ومن هؤلاء الابطال بطلنا المدرب المصري امجد عبد الحليم خزبك، مدرب منتخب امريكا لسلاح الشيش. تعالوا نشوف تصريحاته الخاصه لينا وبعدها نكمل كلامنا. أنا أمجد عبد الحليم خزبك، مدرب أمريكا لفريق الشيش، والحائز على الميدالية في أولمبياد باريس، ميدالية ذهب باللاعبة لي كيفر. أنا مهندس من القاهرة، اتخرجت سنة 86، وكنت بشتغل مهندس وفي التدريب مع بعض، وكنت مدرب الفريق القومي المصري لسنين كتيرة، وبعد كده قررت ان انا هاجر امريكا سنة 2003. ابتدأت اشتغل واعمل اسم واعمل مدرسة خاصة بيا، وبدأت اسافر في البطولات لتمثيل امريكا ابتداء من 2007 في بطولات العالم، وفي اولمبياد 2012 2016 2020 واولمبياد باريس دلوقتي. الحمد لله احنا حافظنا، انا في اولمبياد طوكيو جبنا الذهب، وحافظنا على الذهب الحمد لله في اولمبياد باريس. لي كيفر مش اللعيبه الوحيده بس اللي انا اللي عندي اللي بتمثل امريكا في بطولات العالم واولمبياد، بس عندي لعيبه تانية حققوا ميداليات في بطولات العالم كتير. يمكن عندنا تقريبا في النادي عندي حوالي 10 لعيبة دولية بيمثلوا أمريكا، وفي لعيبة تانية بيمثلوا بلاد تانية برضك في النادي، عندي أعضاء في النادي. بالنسبة للعيبة المصريين الحمد لله، مصر جابت برونز في سلاح الـ بي أو السيف المبارزة، و وسط محمد السيد فعلا لاعب مجتهد ولعب كويس جدا وشرف مصر وجاب ميدالية البرونز امبارح. هو مجتهد ووالده مدرب محترم ومدرب مجتهد جدا، ودايما اللعيبه المصريين فعلا بيمثلونا بيشرفوا مصر، زيك علاء ابو القاسم في لندن لما جاب الفضية أولمبياد لندن، و في كل بطولات العالم كان بيعمل نتائج كويسة وكاسة العالم. بالنسبة برضك اللاعب المميز الخلوق المجتهد زياد السيسي اللي كان يستاهل ميدالية، مش أي ميدالية، كان يستاهل الذهب فعلا. اللاعب كويس جدا، مهاراته كويسة جدا، من فعلا احسن لاعب في العالم في سلاح الصبر، بس ما تمش توفيق وطلع الرابع، وده ما يقللش من امكانياته او استحقاقه لميدالية ذهب. وبرضك محمد عامر لاعب كويس جدا وطلع سادس في سلاح الصبر. أنا طبعا كنت مبسوط جدا في الميديا إن هم مبسوطين، سواء في طوكيو بعد طوكيو وبعد بعد نتيجة باريس. الحمد لله أنا فخور إن أنا مصري وبالإنجازات اللي أنا بعملها، لأن مصر هي اللي علمتني، هي اللي ادتني الخبرة اللي أنا بقدر بيها دلوقتي إن أنا أعمل نتائج في أمريكا، وليا مدرستي الخاصة في العالم. يعني كنت مبسوط جدا جدا، الناس مبسوطة، وأنا فخور بكده جدا، وعلى طول بفتح السوشيال ميديا أشوف التعليقات اللي بتخليني بتديني دفع إن أنا أكمل وأعمل نتائج كويسة جدا باسم أمريكا وباسم، ودي طبعا لمصر برضو.
متشكر جدا للاهتمام ودايما توفيق لمصر.